بالصف كنت برسم كرتون على المقعد، كنت برسم سبانك، كنت برسم صراحة في النينجا. الأساس هو الهروب من واقع الصف. بتكون قاعد أنت بالصف تقريبا 8 ساعات، هلا ما بعرف كم ساعة صاروا، قاعد عم تتلقى معلومات تتلقى معلومات، بس هاي المعلومات ما عم تساعدك بالحياة بعد ما تخلص المدرسة. إذا قدرنا بدي أخاطب هيئات أو مثلا حدا بوزارة التعليم أقول له إنه بليز في عنا 20 ديسك عليهم رسمات وبدنا إياهم يلفوا بمدارس الحكومية والخاصة بالبلد. الحياة ما حتوقف بعد ما تخرج من المدرسة ولا بعد الجامعة.